أوضاع السنة في إيران لا شك أنها سيئة، وبل إن قلت أنها لا تقارن بما يحدث لإخواننا في فلسطين ما بالغت، لأن أهل فلسطين لهم بواكي، ولكن أهل السنة في إيران مع أنها يشكلون ثلث سكان البلد وهم سكان الأصليون كانوا في البلد، ولكن لا بواكي لهم، وهذا يعود إلى المشكلة العامة للمسلمين. وإيران أسلمت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وخرجت من المجوسية من عبادة النار إلى عبادة الله الواحد الأحد. لما تشيعت إيران بالخطة الصليبية والسيف الصفوي الطائفي. أنتم طبعا تتحدثون عن الدولة الصفوية التي أقامها إسماعيل الصفوي. أي نعم. يعني دعنا نسأل هنا سؤال مهم. أيوة. أن بعض المؤرخين يقولون أن الدولة الصفوية وإن حملت في ملامحها على الأقل بعض الاضطهادات التي مورست ضد السنة، إلا أنها جاءت عندما جاء إسماعيل الصفوي جاء لدولة مفرقة ومشتت أهلها، وقام بتوحيدها وبنى مجد هذه الدولة التي تسمى إيران اليوم. أي نعم، بنى مجد هذه الدولة، ولكن على حساب المسلمين، حيث فرقت شرق العالم الإسلامي وغربها، ومنذ ذلك العهد أصبحت بؤرة التجسس ومؤامرة للعالم الإسلامي. وليس بعض الاضطهادات، إنما أبادت الملايين من أهل السنة منذ ذلك اليوم. من المسؤولين الإيرانيين يؤكدون أن أهل السنة في إيران لا يوجد فرق بينهم وبين إخوتهم في الشيعة. طيب، لو كان هذا الكلام صحيحا، هل وجد منذ 28 سنة إلى الآن وزير واحد من أهل السنة، ولا سفير واحد من أهل السنة، بل بواب السفير من أهل السنة؟ لكن لديكم 20 نائبا في البرلمان. النواب في إيران لا يمثلون شيئا، المجلس الإيراني كلها لا تساوي شيء، لأن في إيران الدولة هي دولة الظل، الدولة خامنئي رئيس جمهور، رئيس الجمهورية كلهم ليس أكثر من مجرد صاعد بريد كما قال خاتمي. إذا المجلس الإيراني لا يشكل شيئا، حتى نقول هناك نواب العرب في البرلمان الإسرائيلي، بل هناك وزراء عرب في البرلمان الإسرائيلي في الدولة الإسرائيلية. وهناك من هذه الناحية نعم. لا تقارن مع الدولة الصهيونية. طهران هي العاصمة الوحيدة لا يوجد فيها مسجد واحد لأهل السنة. منذ 40 سنة ونحن كنا نصلي صلاة الجمعة في مدرسة باكستانية، حتى هذا أغلقوه. حتى هناك من الشيعة الذين خرجوا من التشيع، أي من خرافات التشيع، ونعم وكونوا بيوت يصلوا صلاة الجمعة، بيوت متنقلة، مرة عندك مرة عندي وهكذا، حتى هذول منعوهم. هذا من ناحية. ليس طهران فقط، بل كل المدن ذات الأكثرية الشيعية يمنع فيها صلاة بناء مسجد واحد لأهل السنة. وأما في مناطقنا، في مناطق السنية مثل كردستان، مثل بلوشستان، مثل تركمان الصحراء، نعم هناك مساجد ومدارس دينية بنيناها من أهل الشاه ومن قبل أهل الشاه. هذه مدارس ورثناها ومساجد ورثناها، الآن يضايق عليها بالشكل كبير جدا، حيث عشرات من علماء السنة أقتيل. لماذا أنتم مستمرون في نهجكم على المعارضة من الخارج؟ لماذا لا ترجعون إلى إيران وتطالبون بإعادة الصور؟ نعم. لو 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 استطعنا أن نبقى في داخل البلد دون خطر على أرواحنا لما خرجنا. هذا واحد، لأنهم قتلوا معظم علماءنا الكبار إلا من يرضى بالنفاق ومشات معهم. ثانيا، نحن نتمنى نعيش في داخل البلد، إيش نعمل هنا؟ ثالثا، هم لما يعتبروننا الشعب درجة عاشرة أو كذا، كيف نعيش بالظل؟ هل أنت تستطيع تعيش تحت الظل؟ تحت سيف الإذلال؟ لا يمكن ذلك. إيران لا تريد إبادتهم، إيران تريد تغييرهم. إيران دولة أقدية، إيران دولة طائفية، تريد تغييرهم من السنة إلى الشيعة، وبشتى الطرق، من طريق الزواج، من طريق فتح مكاتب المطعة، من طريق شراء الناس، من طريق شراء العلماء، من طريق شراء المدارس، وبشتى الطرق. إيران ما يهمها تبيدهم، يهمها أنه يتحول هؤلاء الناس إلى التشيع، لأن إيران ترى أن هؤلاء الصد لإصدار الثورة. هل هناك حرب بين أمريكا وإيران؟ هل أمريكا مجنونة تأتي دولة شيعية لإيران لأنصار إيران في العراق؟ هل مخبر أمريكا؟
امريكا صنعت دوله شيعيه واتهم عملاء ايران لمن صنعتهم المخابرات الايرانيه من مجلس الاعلى من مجلس الاسفل من مقتدى الصدر من غيره. هل امريكا مجنونه؟ كما ايران اعطت امريكا اعطت افغانستان لعملاء موسكو وعملاء ايران. امريكا تعرف شو تعمل في حاله ما تم قصف ايران او استهداف ايران، اين ستقفون انتم؟ نحن نقف لا نرضى بضرب ايران، ولكن نرجو من الله تعالى ان ينتقم الظالمين من الظالمين، ظالمين بالظالمين. لن تدافعوا عن بلادكم؟ لا، لم نرضى بضرب العراق، لا نرضى بذلك، ولكن نرجو من الله تعالى ان يخلصنا من هذا النظام الطائفي، ليس بيد امريكا انما بيد الشعب الايراني. هل 300 مليون التي زودت بها ايران حركه المقاومه الاسلاميه حماس، هل ما تقوم به ايران الان من دعم للفلسطينيين على الرغم من الحصار المشدد عليهم الذي لم تتمكن ولا دوله عربيه من فكه، كل هذا تقيا؟ يا شيخ، هذا يستاهل ان يشتروا القضيه الفلسطينيه ويتاجروا بها ويفسدوها. وايران تستطيع ان تفسد القضيه الفلسطينيه ما لا تستطيع تفسد الصهاينه نفسهم. هذا هو، وهم يفتخرون الان نحن بدانا ندخل مذهب آل البيت في فلسطين، وهناك من الفلسطينيين من يعلن تشيعه. ولو حدثت هذه الفتنه في فلسطين لا سمح الله، سوف ينتقمون من صلاح الدين الايوبي كما انتقم منه غورو، وسوف الشعب الفلسطيني يترحم على شارون. لان الان يعني ما رايناه نحن في ايران، نقول ان الدوله الايرانيه أكثر خطرا على الإسلام على المسلمين حتى من دولة إسرائيل. لماذا؟ لأنها تنافق، لأنها تقول شيء تعمل شيء آخر. تصاعد نعم، إيش 300 مليون إيش 500 مليون بالنسبة لإيران، دولة بترولية مش مشكلة هنا، المهم تتاجر بالقضية. رفعوا شعار طريق القدس يمر من كربلاء، صح ولا؟ 8 سنوات حرب، طريق القدس يمر من كربلاء، يجب نفتح القدس، ولكن جو من القدس دخلوا من كربلاء، جو مع شارون وما ما بوش دخلوا على الطاغوت الغدار، نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار، نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار. قاتلنا حزب الأشرار هدوا علينا الأسوار، قاتلنا حزب الأشرار هدوا علينا الأسوار، عملوا حاجز على الدار في بلدتنا الآبية، نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار، نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار. سلاحي بيدي يا خيي وصيني أمي وبي، سلاحي طالبان احساس یعنی ایران رو دشمن خودش میدونست و این اسلامی که در ایران بود قبول نداشت. وجود کدات طالبان در شرق ما یک تهدید جدی استراتژیک برای ماست. این طالبان دشمن ماست، آمریکا هم احساس میکرد طالبان دشمن ماست و سرنگونی طالبان در درجه اول تامین کننده منافع ایران بود. کوشش صادقانه برای مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال آن و از جمله تروریسم دولتی یکی دیگر از نکات مورد اهتمام جمهوری اسلامی ایران است. باید برای ریشه‌کن کردن حقیقی این پدیده شوم همراه با مبارزه با عوامل فعلی آن از طریق همکاری جدی و شفاف بین المللی در راه تحقق عدالت در جهان الإيرانيون سعوا لاقتلاع صدام من العراق بإدخال الأمريكي، وهذه مسؤولية كبيرة جدا يتحملون. هل هم حامين المشروع الأمريكي؟ هم رغبوا وسعوا وأرسلوا العراقيين إلى أمريكا ليطمئنوا الأمريكان ليأتوا إلى العراق. We cannot ignore the threat posed by Saddam Hussein to this region, to countries like Iran and Kuwait, to the Iraqi people themselves and to the security of the region and the world. قبل از اون احساس دشمنی با صدام نبود. صدام دشمن ما بود، ولی ما هم میخواستیم که صدام از بین بره.
گفتم بیا این تجربه افغانستان رو در مورد عراق رو تکرار بکنیم، منتها این دفعه 6 به علاوه 6 باشه، 6 همسایه عراق به علاوه 5 عضو دائم شورای امنیت که آمریکا هم جزء اوناست به علاوه مصر. آینده عراق هم برای ایران بسیار مهم بود، در همین چارچوبی که ما به افغانستان نگاه میکردیم به آینده عراق هم نگاه میکردیم. نیروهای زیادی در ایران بودن، شخصیت‌های برجسته‌ای که میتونستن رهبران آینده عراق باشن. واحدة لسيد الخامنائي في لبنان، سندمر لبنان تحت عنوان عدالة أمريكا، وفي العراق سندمر العراق تحت عنوان التحالف مع أمريكا. حينما يكون رجل واحد في مكان ما كالعراق متحالف مع الأمريكان ويخوض حربا مدمرة في العراق، وفي مكان آخر في لبنان يقول أنه مخالف للأمريكان ويكاد يدخل البلد في أتون حرب تحت عنوان خلافه للأمريكان، هذا موضوع لا يمكن. ولكن بحمد الله تعالى لم يحدث ما يحدث الآن في تاريخ إيران خلال 500 عام. الناس الآن عرفوا ما هي السنة، ما هي الإسلام، ويبكون أين كنتم قبل 30 سنة ما حديتونا حتى تورطنا مع هؤلاء الناس. ولذا هذه المسؤولية للعالم الإسلامي الآن، هم عيونهم للحرم، عيونهم لمكة والمدينة. ولذا لو أخذوا العبرة من سنة إيران لما حدث ما حدث في العراق، والآن هم عيونهم على الحرم يقولون نحن نريد ندور ما يستقر العالم الإسلامي حتى نقود الكعبة، حتى ندفن الوهابية. خميني في أسوأ وسيط لهم في التاريخ يقول نحن ربما نتصالح مع صدام حسين ولكننا لن نتصالح مع السود الوهابيين. هي عقيدتهم الدينية، عقيدتهم السياسية، إسرائيل معهم، أمريكا معهم، سلطة وأسقط دولتين معاديتين لهم. ماذا بقي؟ سنة، قوموا يا أهل سنة، قوموا من هذا النوم العميق، وإلا المغول الجديد سيأتي فتنسون ما حدث في العراق. واحد، الله يصلكم، نحن لا نتسكن أمام أبواب أحد، نضعكم أمام مسؤوليتكم الدينية. فكروا بدنياكم، فكروا بكراسيكم، فكروا بقصوركم. أين ذهب العراق؟ أين ذهب أفغانستان؟ أين ذهب أندلس؟ أين ذهب بلاد المسلمين؟ ليش؟ لأننا لا نشر المسؤولية. انظروهم كيف يفعلون، في قوم مؤسسات تشتغل ثلاث شفتات ويدير مشاكل الشيعة في العالم كله، مؤتمرات ليل ونهار. ولكن أين المسلمون؟ الله يسألكم، والله الله يسألكم، كونوا أمام المسؤولية. ما بقي من بقايا الإسلام إلا السعودية ودول الخليج ودول كلها لمحب الريح. ليش؟ لأن لهم رجال، لهم دولة، ولهم الجو العالمي. لماذا صلت الآن هم في صدد إنشاء دولة فاطمية؟ ألم أقول هذا الكلام قبل 7 سنوات هنا في هذا الكرسي؟ ألم أقول في الجزيرة؟ الناس كانوا يضحكوا، هاي حدث أمام عيوننا. هل تريدون تكرار نفس التجربة لا سمح الله في السعودية؟ وهم عطشانين لدمائنا. انظروا ماذا يفعلون السنة إيران. لو اتعذوا ما يحدث في سنة إيران، والله لما حدث ما حدث في العراق، ولكن من الذي يسمع؟ والآن لو لم يدرى ولم يفهم ما يحدث في العراق، النار ما يقف لها هنا، لا سمح الله تعالى، لا سمح الله. والله يحفظ أرض الحرمين، والله يحفظ مكة والمدينة، والله يحفظ جزيرة العرب من شر هؤلاء الناس. ولكن نحن في موقع تاريخي، نحن في امتحان، نحن في اختبار أمام الله وأمام البشر. يجب نكون على قدر مسؤوليتنا. هاي كرسي فاضي، آيات الله وغير آيات الله، ما أين مكانهم؟ ليش ما يجيون هنا؟ مش أصحاب المنطق؟ مش أصحاب الحجة الإلهية؟ الحجة التي لا تملك قدر النملة حجة، جعلوها إلى حجة العصر، ولي العصر. أين حجة فاضية؟ أين هم؟ آية الله السكر، شو اسمه هذا؟ ما في السكر بيده، يعرف لو يجي هنا ينفضح. آية الله شيرازي، مكارم شيرازي، وأنا أعرف منهم أسرار، أنا بانتظارياته هنا فقط. ليش ما يجيون؟
يعرفوا ياخذوا مساكين الشيعة، والله نحن ينجرح قلبنا لما نرى إخواننا الشيعة ضحية بيد هؤلاء الناس. وإلا نحن إيش نقصد؟ نحن في العالم 1,600,000 مسلم، يعني 100 مليون شيعي لو تصنن وما تصنن إيش نستفيد؟ ولكن هم يستفيدون، أولا جيوبهم. أنتم ما تعرفون هذه الإصابات كيف يمتصوا الشيعة، كيف ضحايا ينظرون الشيعة كأسرى، ينظرون الشيعة كغنائم. أي شيعي يدفع راس خمس ماله كل سنة، ما يستطيع يذهب للعمرة إلا بدأ في الخمس، ما يستطيع يذهب للحج إلا بدأ في الخمس، ما يستطيع يتزوج إلا بدأ في الخمس، خمسه خمسه خمس كله سهم الإمام سهم الإمام. ومن الإمام شيرازي تعال هنا فرجينا أنت شيعي ولا باطني، وغيره سياسي ثاني يا منتظري أين أنتم؟ لماذا ما تضعفون عن دينكم؟ لماذا ما تضعفون عن أرستم أنتم على حق؟ ووهابية أنجاس ونواصب وكفار، هاي نحن وهابية جينا، نحن صنع جينا، ليش ما طيب هم ما تجيوا هنا؟ يلا افتحوا باب إيران، نحن هنا في المستقلة وأنتم اجلسوا في إيران، ما فيش مشكلة، خلي كرسي مسكر، أنتوا اجلسوا في إيران ونناقشكم مثل الجزيرة، ليش تخافون؟ إذن أنتم لستم أصحاب منطق، أنتم أصحاب مؤامرات، أصحاب مال، خدعتوا الشيعة وتريدوا أن تأخذوا العالم الإسلامي. ولكن يا شيعة العالم استيقظوا يا إخواننا الشيعة، والله نشفق عليكم، والله نغار عليكم، أنتم إخواننا، أنتم عامة الناس مسلمين، علماء أنا لا أعتبرهم مسلمين، مش كفرد، مش كفرقة طائفة، أما عوامهم مسلمين، وأنا دفعت ضريبة هذا أمام بعض المتعصبين، أنا برأي عوام الشيعة مسلمين، أمام بعض المتعصبين من بني ديننا والبني إخوتنا دفعت ضريبة لهذا، ولكن هذا الرأي فيه أقوله في كل مكان. طيب هؤلاء المسلمون من ينقذه؟ والله يأتون في برنامجي الشيعة رجالا ونساء ويبكون، لماذا أبانا ماتوا على شرك؟ لماذا أنتم تسألون؟ يقولوا لنا أنتم تسألون يوم القيامة لماذا ما توقظنا؟ وفعلا منذ 500 سنة هم هكذا. أنتم ما تعرفون ماذا هو ماذا هي الفضائح، فضائح في المجتمع الإيراني الآن بعد الثورة، فضائح.